دكتور ميرفت ابو عوف منورانا في القاهره 24، مبسوطين جدا ان احنا معاكم النهارده. طبعا حضرتك كنت بتديري ندوه المخرجه الكبيره ساندرا نشأت بعد طبعا عرض افلامها، افلام مشروع في المدرسه، مشروع مهم جدا بيضم افلام قصيره كتير جدا، مش كل الناس فاهمه اهميه المشروع ده او الافلام القصيره. كلميني اكتر عنه وليه كنت حريصه تكوني معانا النهارده. لا يعني بصي انا استاذه ساندرا، انا حريصه ابقى معاها في اي حته، يعني انا مؤمنه بيها جدا، وحقيقي حقيقي هي طاقه سينمائيه انا مش شايفه لها مثيل في الـ في الـ في الفن المصري في السينما. وهي متميزه جدا، وزي ما انت شايفه كل الممثلين في التسع اعمال اللي احنا شفناها النهارده ما هماش ممتهنين المهنه. ده حقيقي. وبصي قد ايه اتقنوا التمثيل، بصي قد ايه اثروا في الناس، لو كانوا بيعيطوا ولا بيضحكوا ولا يعني حقيقي كبار وصغيرين. وازاي تناول بقى كل عناصر الفيلم، من مزيكا، من اديتنج، من طبعا تمثيل، حتى الكوستيومز، يعني كل حاجه الحقيقه متوظفه بشكل دقيق جدا. واهم حاجه في الموضوع روحها، ان هي روحها اللي مخليه الكل بشهاده اللي انت حضرتك شفتيه دلوقتي، انهم كلهم وصل لهم كل ده بالظبط كده. يعني هي انسبايرد دم لدرجه انها فعلا بقوا بيمثلوا من خلالها، فهي طاقه ايجابيه عظيمه. وان شاء الله هي وعدتنا زي ما انت شفتي. ايوه، ما هي هترجع تعمل افلام طويله تاني لازم. ايوه، بس يعني السبب بتاع غيابها، انا عارفه الاحساس بان انا عايزه اشوف ابني بيكبر، فده سبب غيابها، ان هي كانت عايزه تفضل معاه اكتر. فدلوقتي خلاص كبر وبيروح مدرسه وكده، فتقدر يعني تباشر تاني شغله وتساعدنا باعمالها الخاصه. ده كده كده طبعا. طب طبعا يعني استاذ عزت ابو عوف، حضرتك برضه بتشوفي ازاي ان هو طبعا استاذه مها ابو عوف لحد النهارده اعمالهم عايشه جدا والناس بتحبهم جدا ودايما بيتكلموا عنهم، شايفه ازاي فكره ان الفن بجد بيخلي الناس لحد دلوقتي تفضل عايشه معانا؟ يعني بصي السيره حلوه، لان هم الحمد لله يا رب، الحمد لله يا رب، بجد سيرتهم الحمد لله. يعني هم كانوا بيحبوا جدا اللي بيعملوه، كانوا مهتمين جدا بيوصلوا المعلومه بشكل او يوصلوا المسج رساله بشكل ايجابي. كانوا بيحبوا قوي 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 بيحبوا. اصل انت لو ما بتحبيش المهنه دي لا يمكن تقدري تفهمي بيها، لانها مرهقه جدا 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 حقيقي. الحياه من غيرهم مختلفه تماما. انا لغايه دلوقتي بيوقفوني في الشارع بيقول لي الله يرحم الدكتوره، الله يرحم استاذه مها، وده طبعا بيسعدني جدا جدا. ساعات بيتلخبطوا يقولوا لي دكتور مها شبهها. ايوه بيسعدني جدا. انما هي ربنا يرحمهم. ايوه متميزه جدا، وبني ادمه يعني هما الاثنين الحقيقه كانوا يعني زي ما اقول زي ما تكون توأم بعض، يعني هي بنت وهو ولد بس بالظبط زي بعض. فالحقيقه الله يرحمهم، ربنا يرحمهم، ويعني يجعل دايما سيرتهم كويسه مع الناس. ثانك يو، شكرا لك.